أصدر رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي بيانا حول ما صدر عن مقتدى الصدر من تعريض غير مقبول بمملكة البحرين وسيادتها واستقلالها، وشدد السلمي على وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها، مطالبا بالحفاظ على الثوابت العربية بما يخدم مصالح المنطقة العربية في هذه المرحلة الدقيقة.